صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في تفسير الكشاف للزمخشري؟ وهل تنصحون طالب العلم بقراءته؟ تفسير الكشاف جيد في نواحي ناحية اللغة والبلاغة ووجوه التفسير، لكنه مشحون بالاعتزال والقدح في أهل السنة، فلا يصلح أن يقرأه إلا متمكن في العلم، يأخذ مما فيه من الفوائد ويتجنب ما فيه من المخاطر، لا سيما وأن أسلوبه بليغ ولاذع، ربما يتأثر فيه الإنسان غير المتمكن. نعم.